بداية الأسواق المالية يعني باعتقادي كلمة تصحيح بالفترة الحالية هي كبيرة عليها. أصلا الأسواق المالية تأخرت بالاستجابة للنمو الاقتصادي وتأخرت بالاستجابة إلى الارتفاعات، يعني بعد الأزمة العالمية، بعد الخمس سنوات اللي مضينا فيها إحنا تقريبا كان في تأخر بالتحرك بالأسواق المالية. كان هناك لاحظنا تعافي في قطاع البنوك وتعافي ملحوظ في قطاع العقار، لكن هذا لم ينعكس على الأسواق المالية إلا مؤخرا يعني. فكلمة تصحيح باعتقادي يعني من المبكر عليها، المؤشرات لا زالت عمالها بتعطي قراءات مستقبلية جيدة جدا. أنا باعتقادي أنه لازلنا أمام أفق واعد، لازلنا أمام حركة تداولات وأداء جيد، لا سيما إذا إحنا بدنا نلاحظ خلال الفترة الماضية بناء على إيش طلعت الأسعار وهل هناك استمرارية ولا لا. عمالنا بنشوف النتائج كانت جيدة جدا إلى ممتازة. بعض الشركات حققت الأفضل النتائج منذ خمس سنوات تقريبا، فبالتالي انعكست الأسعار، يعني عملية توازن ما بين، يعني توازن بالاستحقاق ما بين أسعار الأسهم وما بين نتائج جيدة جدا. اليوم احنا مقبلين على تسمية الإمارات دبي باعتقادي كمستضيف لإكسبو 2020، هذا جيد جدا. اليوم احنا مقبلين على تصنيف الأسواق ضمن الأسواق الناشئة، هذا كله بصب في مصلحة الاقتصاد، بصب في مصلحة الأسواق المالية. لعل يعني الأسواق المالية هي استقراء للمستقبل، يعني دائما احنا نعلم ان الأسواق المالية تستقر المستقبل الاقتصادي قبل بفترة، لكن احنا تأخرنا. فكلمة تصحيح باعتقادي كبيرة عليها، يعني من المبكر الكلام عن تصحيح، بل بالعكس يعني النظرة المستقبلية انا ما اعتقد انها جيدة جدا الى ممتازة. طب عميد، يعني بالنسبة الى مقررات الربحية، عندما ننظر الى اسعار الأسهم اليوم في المؤشرات ان كان سوق دبي او سوق ابو ظبي، مقررات الربحية للشركة، هل تعتقد بأنها عادلة أو أنها تحتاج إلى مزيد من الارتفاع؟ يعني باعتقادي يعني اذا ما قررناها بالنتائج اللي صدرت خلال الست اشهر الاولى، هيها جيده جدا، لكن في استقراء انها في نمو، يعني المقررات باعتقادي جيده الى جيده جدا، يعني دون المستويات المطلوبه، يعني باعتقادي الاسعار راح يكون في تحسن عليها يعني، وهذا بتعرف عائد للنتائج الجيدة اللي عمالها بتحققها الشركات بشكل عام. نعم عميل، يعني ندخل أكثر بالتفاصيل. أيضا شهدنا الشركات العقارية يوم أمس ارتفاعات قوية جدا كانت على الاتحاد العقارية وديار للتطوير العقاري، كيف قرأت هذه الارتفاعات وإلى أي مدى قد تستمر الارتفاعات عليها؟ شوف هذه يعني خلينا نحكي، احنا زي ما تفضلت انه اليوم في السوق ماشي بسايد واي، فبالتالي في انتقال او انسيابيه للمضاربين من الاسهم الكبيره الى الاسهم الصغيره، الى الاسهم الصغيره، الاسهم زي ما تفضلت انت الاسهم العقاريه الصغيره، والا يعني وهي فيها قصتين، يعني الاتحاد العقاريه لها قصه وديار لها قصه، يعني ديار اعلنت نتائجها وخسرانه، وبالتالي برضه صار في مضاربات عليها وربح، لانه شهيه المخاطره مفتوحه لدى المستثمرين خلال الخمس ست شهور الماضيين. الاسهم الكبيره عملت يعني عم تمشي سايد واي، ما في تحرك عليها، بحاجه الى محفزات، بحاجه الى نتائج الربع الثالث، قد يكون بحاجه الى شراء اجنبي، فانتقلوا الى الاسهم الصغيره. فديار طلعت نتائجها رغم انه في خساره عندها، الا صار في ارتفاع بالاسعار لانه في مستقبل لها. اليوم طلع عليها خبر انها ستسلم برج 400 وحده سكنيه او وحده تجاريه وسكنيه، فبالتالي هذه أخبار جيدة، ولقى المضارب حاله أنه بالإمكان أنه يشتغل ويبيع عليها. الاتحاد العقارية حسب يعني معلوماتي أنه بنك الإمارات الدولي استغنى عن حصة من حصته، أعتقد هو بملك 30 أو 32%، فاستغنى عن حصة من حصته بالسوق المالي يوم أمس، والتقفوها المستثمرين، يعني في بعض المستثمرين كانوا حاطين عينهم على الاتحاد العقارية وأخذوها. حسب المؤشرات طبعا سوق دبي لسه ما حدث قديش باع وقديش صارت نسبة بنك الإمارات، بس بتوقع لي باع مش أقل من 150 إلى 180 مليون سهم يوم أمس من أصل مليار سهم، يعني نسبة جيدة جدا تعتبر. طبعا يعني على أي أساس عم يدخل المستثمر أو المضارب في السوق لشراء هذه الأسهم التي تعرض في السوق؟ يعني هل هنالك أسس برأيك واقعية؟ هلا عندك عاملين، عامل المضاربة والشهية العالية للمخاطرة، والعامل الثاني إذا احنا رجعنا للفندمنتال ورجعنا للأساسيات تبعت الشركات
ضعفي، عمالنا نرى انه الاتحاد العقاري القيمه الدفتريه لها ضعفي، يعني اكثر من يعني حوالي 80 فلس او 85 فلس، اليوم احنا عمالنا نتداول على 45 47 فلس، كذلك الديار، كذلك اليوم احنا دون المستويات الدفتريه، يعني الاسعار السوقيه دون المستويات الدفتريه، فلذلك انا بقول يعني الارتفاعات هاي ما بسميها ارتفاعات، بسميها عملية تعديل للأسعار، يعني اليوم عمالها الأسعار بتعدل حالها، عمالها يعني يجب أن توصل إلى المستويات العادلة، ومن ثم إحنا نحكي إنه بدنا نطلع أو بدنا ننزل، هذه يعني الأسعار للشركات دون القيمة العادلة، فهي عملية تعديل فقط لا غير، يعني لا أكثر ولا أقل يعني. إضافة إذا إحنا بدنا نرجع يعني نرجع ل للنظرة بشكل عام، يعني اليوم احنا في عندنا اللي رجع للميزانيات شاف في تعافي في قطاع العقار في يعني اللي اخذ مخصصات تعافي في قطاع البنوك، يعني اليوم في تقرير بالصحف الرسميه انه حجم الودائع تحسن، ويعني بالنسبه للودائع يعني اذا ما شفنا النسب بالنسبه للودائع بالنسبه للقروض حجم الودائع تحسن، يعني هي الافضل منذ 4 أو 5 سنوات تقريبا، يعني كانت بتعرف القروض اكثر من الودائع حوالي 125%، احنا اليوم بنحكي عن نسب أقل من ذلك، هذا مؤشرات جيدة جدا، يعني عودة إلى التعافي، عودة إلى كبح الجماح اللي أو التعلم من الأخطاء الماضية، بعتقد هذا كله رح يأثر على المستثمر، رح يأثر على الاستثمار الداخلي والمحلي. اليوم نجد صناديق استثمارية سجلت لدى هيئة الأوراق المالية صناديق رقمها كبير، لا يحضرني رقمها 60 أو 70 صندوق استثماري خلال فترة زمنية قصيرة، هاي طبعا جاي على الـ على الـ على الـ على الاستثمار في سوق الاسهم، مش جاي فقط تسجل في الاوراق الماليه فقط لا غير، هاي بدها تحمل اسهم، بدها تنتظر، بدها تشتغل تكنيكال فاندمنتال، بدها تدخل في الاسواق الماليه. نعم. فاذا يعني انا ما بعرف يعني متفائل نوعا ما في النظره، بعتقد على المدى المتوسط الى الطويل احنا مقبلين على تحرك جيد جدا بالاسواق، مقبلين على نتائج جيده، مقبلين على ارباح جيده، فبالتالي لا يعني الامارات العين عليها من قبل المستثمرين، وباعتقادي لسه مستمرين، لسه في بدايه الطريق، الله اعلم طبعا. نتمنى ذلك. على كل، عميد كنعان محلل للاسواق الماليه، شكرا جزيلا. شكرا لك.